ولنقاش ملف الانتخابات الرئاسية في إيران في ظل انسحاب بعض المرشحين ومخاوف من عزوف الناخبين، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة غازي عنتاب التركية الباحث المتخصص بشأن الإيراني مالك حافظ. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لكم، مساء الخير. مع بدء الصمت الانتخابي في إيران ومخاوف من العزوف ومقاطعة هذه الانتخابات، ما أسباب ودواعي خشية نظام المرشد الإيراني من عدم إقبال الناخبين على هذه الانتخابات؟ نعم، يعني هذه الخشية سببها أن هناك دعوات للمقاطعة منذ أشهر. هناك عدة تيارات ومنظمات سياسية ومنظمات حقوقية في إيران داخلها وخارجها كانوا قد دعوا إلى المقاطعة. هذه المقاطعة هي طبعا ضمن أسباب منطقية قالوا عنها المقاطعين، والخشية أن تتكرر نتيجة المقاطعة في الانتخابات الماضية التي تجاوزت 53%، وهي أيضا ضمن الآن ضمن التوقعات قد تتكرر نفس النتيجة. تحاول يعني سلطة خامنئي أن تظهر أن هناك قبول شعبي للوضع الاقتصادي، تحمل شعبي للوضع الاقتصادي، تحمل شعبي لكل الضغوط، وهو عكس ما يكون حاصل الآن في إيران. هناك رفض للوضع الاقتصادي السيء، هناك ضغوط سياسية، الضغوط السياسية بأشكال متعددة، حتى وصلت إلى أن الانتخابات عندما ترشح إليها عدة شخصيات لها وزنها من التيار الإصلاحي كان هناك رفض لملفاتها. أعتقد في هذا السياق بالحديث عن هذه الشخصيات المعبرة على المقاطعة، سيد مالك إن كنت تسمعني، بالحديث عن هذه الشخصيات، ما انعكست استبعاد بعض المرشحين من المسار الانتخابي على مصداقية الانتخابات داخليا وخارجيا أيضا؟ يعني الانسحابات هي شكلية كانت، لأن هناك أحد المرشحين أعتقد كان علي زادة قد أشار إلى أن هناك رغبة لدى سلطة المرشد في إجراء هذه الانتخابات وإظهار أو إخراج رئيس واحد، وهو يقصد رئيسي إبراهيم رئيسي. لذلك أعتقد أن هذه الانسحابات يعني من التيار الإصلاحي الذي لم يعد هناك أي مرشح في انتخابات يوم الغد، أعتقد أن يعني هذه الانسحابات من التيار الإصلاحي كانت للانسحاب من هذه المهزلة. أعتقد أن هناك إمكانية للتغيير، وهناك فعلا كان من التيار الإصلاحي داعين للمشاركة وضمن رأيهم أن المقاطعة هي انهزامية، لكن أعتقد أن الانسحابات وحتى أيضا من التيار المحافظ عندما قالوا أيضا أن صوتهم سيكون لرئيسي، يعني النتيجة أعتقد محسومة. مبيتة. عفوا، النتيجة محسومة تقصد؟ نعم، أعتقد النتيجة محسومة لرئيسي، وهذه التوقعات كانت لعدة مراكز قياس استطلاع أي عام، وأيضا حتى لمراكز قراءة سياسات. أعتقد أن رئيسي هو مرشح خامنئي، وما يحصل حتى وما حصل عندما تم تقديم أوراق الترشح للانتخابات، يعني نسخة دائما مكررة في الأنظمة الاستبدادية، هناك 600 مرشح كانوا عندما فتحوا أبواب الترشح. أعتقد أن هذه التمثيلية هي كانت مجهزة لتنتهي بتنصيب رئيسي رئيسا جديدا لإيران. كيف يمكن تقييم دور المعارضة الإيرانية في التصدي لهذه الانتخابات التي اعتبروها شكلية ووهمية، وقادوا الكثير من الحملات قبل أشهر وإلى الآن لازالوا يخرجون في تظاهرات في الخارج ويقودون حملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يمكن تقييم دورهم؟ أعتقد يعني لهم دور لا بأس به، رغم أن هناك تقييد لتحركات المعارضين، وأخص بالذكر يعني قواد الحركة الثورة الخضراء مير موسوي وأيضا كروبي. أعتقد مير موسوي كان له رأي واضح في المقاطعة،
ورغم أنه في الداخل له تأثير وله صوت مسموع، لكن أعتقد أن المعارضة الإيرانية قد تستفيد من الخلاف الذي قد ينشب ما بين الحرس الثوري الذين يحاولون تخفيف سلطة رجال الدين، وأيضا يعني انزعاج رجال الدين من محاولة تغول أكبر للحرس الثوري في فترات الانتخابات، وهذا ما كان حاصلا في الانتخابات النيابية الماضية. هناك رفض دائما يكون من مجلس صيانة الدستور لملفات الرجال المدعومين من حرس الثوري، يعتقدون رجال الدين أنهم إصلاحيين، قد يكونوا لديهم أفكار إصلاحية. هذه الخلافات التي قد تتوسع في الفترة المقبلة، أعتقد للمعارضة قد يكون لها دور أيضا في استثمارها، لها صوت مسموع. أعتقد أيضا الضغوط الاقتصادية الحاصلة على إيران وأيضا المشاكل السياسية، أعتقد هناك عدة عوامل يمكن للمعارضة أن تستثمرها بالشكل المناسب. وأيضا من ناحية أخرى، المعارضة بات لها صوت مسموع بسبب المشاكل المتراكمة خلال فترة حكم روحاني. هل يمكن أن يتدخل المجتمع الدولي تحديدا في حال حسم المرشح رئيسي، وخاصة بتورطه في قضايا تتعلق بإعدام معارضين منذ سنوات طويلة؟ هل يمكن أن يتدخل المجتمع الدولي للحد من وصوله إلى السلطة؟ أعتقد يعني إذا تحدثنا عن دور المجتمع الدولي في التدخل في التغول الإيراني في المنطقة، كان الأجدى لنا أن ننظر إلى كيفية هذا التعامل وهذا التدخل. أعتقد لا يمكن لهم التدخل، طبعا رئيسي هو أيضا متسبب بأحكام عقابية لمن شاركوا في الثورة الخضراء عام 2009 أيضا. أعتقد يعني إذا كانت هناك إمكانية للتدخل للمجتمع الدولي، ستكون عبر الأدوات التي توظفها إيران دائما في المنطقة والدول المجاورة لها. التدخل هو فقط ضغوط اقتصادية لتغييرات سياسية. هناك عدة فرص كانت موجودة أمام إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، فوتها بإجراءات عقابية كان يمكن أن يصل إلى ما يبتغي من دون هذه الإجراءات. أعتقد هناك فرصة للضغوط أكثر، لكن يعني كما تتخذ الآن إدارة بايدن بعضا من الدبلوماسية، لكن التدخل المباشر في تنصيب رئيسي أعتقد أنها غير ممكنة. وكان المجتمع الدولي عدة مناسبات لم يتدخل فيها في الفترة الماضية. أعتقد أن تدخل المجتمع الدولي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لا لن يكون حاصلا. شكرا جزيلا لكم المتخصص في الشأن الإيراني مالك حافظ، حدثنا عبر سكايب من مدينة غازي عنتاب تركيا.